مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. من بعد ما نزلت نارين بيوتي قبل أسبوع الفيديو اللي سميته بالفيديو الأخير واللي عمل ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بعد 10 أيام من عدم التفاعل على السوشيال ميديا قررت نارين بيوتي العودة لساحة اليوتيوب بفيديو جديد. بحكي معكم يمكن ارتاح ويمكن انتو تفهموا ليش انا ما راح اكون متواجدة كتير وليش عمر بهالاشياء. بعد ما برهن الناس حبهم لنارين من خلال نشرهم مجموعة من الفيديوهات والصور الداعمة لإلها لإكمال مشوارها على اليوتيوب. حتى أرسلوا لها فيديوهات وصور ورسائل كمان على الخاص لإلها ولكل عائلتها. أعلنت نارين بيوتي عن عودتها على الإنستغرام بهالستوريهات. Back I'm back, yay guys. رجعت لكم، صار لي شي 9 أيام أنا ما عم أنشر شي، فكان شعوري كتير غريب بس بنفس الوقت كنت شي أنا بحاجة إني أعمله. Anyways بدي أشكر كل حدا سندني بالفترة الماضية، وكمان في كتير شغلات حلوة رح تصير. كان بدي انشر فيديو اليوتيوب اليوم بس المشكلة انه النت كتير سيء بالاوتيل. سو اكيد رح حاول قدر المستطاع انشره اليوم، بس اذا ما قدرت رح انشره بكرة. Stay tuned. اما على اليوتيوب فنزلت نارين فيديو الجولة ببيتها الجديد بالسويد. انتقل على البيت بحط فيه عفش، رح اعمل جولة بالبيت كلياته. اغلب الكومنتات على الفيديوهات الاخيرة عم تقول بليز اعملي جولة بالبيت. اليوم رح نوفي بوعدنا، رح نعمل جولة بالبيت. مبروك نارين البيت الجديد وعودة موفقة مليئة بالنجاحات ان شاء الله.